إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يسرني في هذا المساء المبارك يوم الجمعة عصر الجمعة أن ألتقي بكم وأتذاكر أنا وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أمر عظيم جاء ذكره في الكتاب والسنة وبوب له عامة أهل العلم أبواباً سموها أبواب الفتن. والفتن أمر لازم، الفتنة أمر لازم لا بد منه للعبد، لكن فرق بين ما يبتلى به الإنسان فمن جنس قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وبين دخول الإنسان في الفتنة كما قال تبارك وتعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم. والفتنة كما لا يخفى عليكم تكون في أمر الدين وفي أمر الدنيا، فإن كانت في أمر الدين فإن الغالب أن الذين يدخلون فيها هم المنتسبون للعلم، منتسبون للعلم والعبادة، منتسبون للعلم والعبادة، ومعظم ما ذكره المؤلف هنا هو متعلق بهذا، لأن الفتنة بهذا النوع أعظم وأشد. ولهذا تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج، لأن فتنتهم كانت ولا زالت فتنة عظيمة، وفتنة في الدنيا كفتنة المال وفتنة النساء، وهي نوع انحراف، من وقع فيها نوع من الانحراف. والفتنة لها معاني، لكن جملة ما يمكن أن يقال في معنى الفتنة أنه كل ما صرفك عن دينك وأشغلك عنه وألهاك عنه وأدخلك فيما يضاده، أدخلك فيما يضاده. وإلا فالفتنة تطلق ويراد بها الصد عن سبيل الله كقوله تبارك وتعالى ولولا أن ثبتناك، كقوله وإن كادوا ليفتنونك أي يصدوك. ويراد منها الابتلاء والاختبار، وهذا كثير في القرآن الكريم. ويراد منها العذاب، يراد منها العذاب، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون،
ولها معان أخرى لعلها تظهر في ما نقرأه من الأحاديث التي سنعلق عليها إن شاء الله، وبعضها تحتاج إلى إملاء يسير، وهو بإملاء طويل، إملاء يعني عبارة عن نكات، عبارة عن النكات. سم. ابن ماجه في الحقيقة يعني أنا أرى أن تراجمه وتبويبه لأبواب الفتن هي من أكمل وأفضل يعني الكتب الستة. سبق وقرأنا أبواب الفتن من الكتب الستة، فوجدت أن أدقها فهما مع طبعا مع كامل التقدير والاحترام البخاري وغيره، لكن ربما البخاري بعض الأحاديث ليست على شرطه ولذلك لم يترجم لها، لكني وجدت ابن ماجه هو أكثرها يعني فقها وعمقا في فهم مقاصد الشريعة في هذا الباب، في فهم مقاصد الشريعة في هذا الباب. نعم. اللي بعده بعده. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسلم عن الأعمش عن سفيان بن سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. هنا تبويبه رحمه الله جميل، وهو أيضا يدل على فقه، لأنه أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى أن الفتنة فتنتان، فتنة يراد زوالها وهي الشرك، كما قال تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والشرك هو قتال المسلمين للكفار لغيرهم من الملل الأخرى، قول النبي أمرت أن أقاتل الناس يعني ماذا يعني بالناس؟ يعني الكفار، يعني الكفار صلى الله عليه وآله وسلم. فهو رحمه الله يعني استنبط من هذا الحديث أن القتال داخل المجتمع المسلم هذا هو الفتنة، يعني كما سيأتي في أحاديث أخرى واضحة وصريحة أن القتال نوعان: قتال للكفار كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وهذا الحديث يفسر الآية، وقتال داخل المجتمع المسلم هذا هو الفتنة بعينها. فأراد رحمه الله التفصيل بين أنواع الفتن، التفصيل بين أنواع الفتن. نعم. سائر تعليم على النساء أن عمر بن مسعود أخبره
وهذا الحديث يعني فيه يعني التفصيل في أحوال الكفار، فإن كان القتال قائما بين جيش المسلمين وجيش الكفار فإن الكافر يقتل فيقتلون أو يقتلون، وإن كان الأمر ليس كذلك وإنما قدر على أحدهم أسر أو غير ذلك من الأسباب فإن هذا يستتاب، إن هذا يخير، هل تريد الإسلام فيستتاب، فإن تاب فإن الإمام فإن تاب فالأمر الحمد لله، وإن لم يتب فالإمام مخير فيه، الإمام مخير فيه، إن شاء قتله وإن شاء أسره فادى به وغير ذلك من الأمور التي هي تحت صلاحية إمام المسلمين. الشاهد ما هو؟ الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تشهد أن لا إله إلا الله؟ فهذه استتابة، فقال نعم، فقال خلوا سبيله، فهذا يدلك على أن الغاية من قتال الكفار هو التوحيد، ليس الغاية من قتال الكفار لا أخذ أموالهم ولا أراضيهم ولا سبي نسائهم، هذه كلها أمور تابعة، الأصل في قتال الكفار هو التوحيد، فمتى أعلنوا التوحيد ولو باللسان، ولو قالوا لا إله إلا الله، ولو كانوا مثلا يضمرون غير التوحيد في قلوبهم لكنهم قالوا لا إله إلا الله، فالواجب حينئذ الكف عنهم، الواجب حينئذ الكف عنهم، ويأتي مزيد بيان إن شاء الله. نعم. نعم، هذا الحديث يعني غير حديث أسامة، كلكم يعرف حديث أسامة لما قتل، هذا قصة أخرى، وهذه القصة يشهد لها أيضا حديث جندب البجلي رواه الطبراني بإسناد حسن، رواه الطبراني نفس قصة تشبه هذه القصة، وبهذا فسر الحديث الحسن وقتادة، فهذه القصة يعني لها أصل، يعني كونهم دفنوه
كونهم دفنوه فيعني نبذته الأرض وألقته الأرض، فلا يستغرب مثل هذا، لا يستغرب مثل هذا. وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي قال استغفر لي يا رسول، قال لا أستغفر لك، قال استغفر لي يا رسول الله، قال لا أستغفر لك. طيب نريد أن نكتب بعض الفوائد على هذا الحديث، نكتب بعض الفوائد. الفائدة الأولى من هذا الحديث أنه تفسير لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، هكذا الآية، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، السلام يعني الإسلام، السلام معناها أظهر الإسلام، لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. الفائدة الثانية التأني في الأمور وعدم العجلة والخفة والطيش، فإن بث الثقة والأمان بين المسلمين من مقاصد الشريعة. وإدخال الشك يفتح بابا يعصر سده، يفتح بابا يعصر سده، يسبب تفكك المجتمع، يسبب تفكك المجتمع. الفائدة الثانية أن الأصل أن يؤخذ الناس ويحكم عليهم بالظواهر، والسرائر يتولاها الله، السرائر يتولاها الله. الثالثة النهي عن قتل من أظهر الإسلام ولو كان قصد القاتل، ولو كان قصد القاتل الحرص على تحقق وصف الإيمان، الحرص على تحقق إيش؟ وصف الإيمان، فإن هذا التحقق، فإن هذا التحقق غير وارد، غير مراد للشريعة، غير مراد للشريعة في المقتول. فالمعتبر فيها، فالمعتبر فيها في الأحكام الظاهرة هو صفة الإسلام، صفة الإسلام. الرابعة فيها التنبيه أن الإنسان لا يغفل عند مؤاخذته غيره، لا يغفل عند مؤاخذته غيره أحوالا
كان هو عليها كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم أنت كنت كذلك. فلا تغفل عن هذا الأمر إذا أردت مؤاخذة غيرك. الخامسة لوم الله, لوم الله سبحانه وتعالى لبعض المجاهدين على تعمقهم لوم الله لبعض المجاهدين على تعمقهم في الغاية من الجهاد في الغاية من الجهاد. نعم. وهذا طريق آخر غير الطريق الأول, وله طريق آخر في مسند أحمد أيضا, وهو يعني يدل على يعني عظم هذا الأمر. ما هو قتل المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله؟ قتل المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله. نعم. نعم, يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا المجمع العظيم الذي لم يحدث مثله قبله ولا بعده مثله في الحج, اجتماع المسلمين تيانهم من كل حد وصوب, بيّن صلى الله عليه وآله وسلم فيه يعني أمرا يعني يريد منهم أن يبلغوه وأن يحفظوه, يعني كأنه يقول عليه الصلاة والسلام إن إيمانكم يعني مربوط بحفاظكم على دمائكم وأموالكم. ويبين أيضا أمرا آخر أشرت إليه سابقا, وهو أن الإصلاح داخل المجتمع المسلم لا يكون بالسلاح مهما بلغ الفساد في المجتمع, فإن الإصلاح لا يكون بالسلاح, فإن هذا يزيد الأمر يعني سوءا, يزيد الأمر سوءا. فحرمة الدماء وحرمة الأموال, ولاحظ النبي قال ألا وإن أحرم الشهور شهركم هذا شهركم هذا, ألا وإن أحرم البلد بلدكم هذا, ألا وإن, إذن هو هنا حرمات عظام الله عز وجل يعني حرمها تحريما أبديا ودائما, وهي حرمة المسجد الحرام وحرمة الشهر الحرام وحرمة المؤمن وحرمة المؤمن. نعم.
هذا الحديث في إسناده ضعف، لكن معناه مقبول عند أهل العلم، معناه عند أهل العلم مقبول. وقد جاء ابن عمر أن تهدم الحجرة الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل إيش؟ من قتل مؤمن. فيعني قوله ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم ريحك، هذا الشيء هو متقرر عند الناس حتى قبل الإسلام، حتى قبل الإسلام أمر متقرر. إنما مهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا ليبين حرمة دم إيش؟ حرمة دم المسلم، وأنها أعظم عند الله من هدم الكعبة، أعظم عند الله من هدم الكعبة. ربما يشير إلى هذا قوله تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، كمن آمن بالله واليوم الآخر. ثم بين سبحانه وتعالى أن الذي يعمر مساجد الله هم المؤمنون، قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. في هنا يعني تنبيه، يعني هنا الكلام على يعني قتل المؤمن عمدا، على قتل المؤمن، قتل المؤمن عمدا. لكن أحيانا قد يعني لا يريد المؤمن قتل المؤمن عمدا، وربما يؤاخذ. منين نأخذها هذه؟ ربما لا يعلم أنه مؤمن ومع ذلك يؤاخذ. شوف يا هذا، كل هذا تعظيم لحرمة إيش؟ لحرمة المؤمن. نأخذ هذا من قول الله تبارك وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة. إيش معنى معرة؟ يعني إثم. فهم جايين، فكان من مقاصد صلح الحديبية يعني توقف عدم يعني قتال كفار قريش، كان من مقاصده هذا الأمر، وهو أنه كان يوجد فيهم مؤمنون يخفون إيش؟ يخفون إيمانهم. فلو قاتلهم المسلمون ربما قتلوا هؤلاء، ومع ذلك انتبه لا يزيد عددهم، شوف هكذا جاء في التفسير وفي يقول: لا يزيد عددهم عن 12 ما بين رجل وامرأة، فقط 12. ومع ذلك الله عز وجل نهى المؤمنين عن القتال حتى لا يقتلوا هؤلاء، حتى لا يقتلوا هؤلاء. الشاهد ما هو الشاهد؟ قال: فتصيبكم منهم معرة بغير علم وأنتم لا تعلمون، أنتم إيش؟ لا تعلمون. فهذا كله يدل على عظم حرمة إيش؟ حرمة المؤمن، عظم حرمة المؤمن. نعم. حدثنا بالنسبة للحديث السابق، يعني وهو قوله: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، هذا يذكرنا بقوله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إيش؟ إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. لاحظ هذه يعني المحرمات كيف جاء ترتيبها، هو شيء الشرك ثم القتل ثم إيش؟ ثم الزنا. الشرك
ثم القتل ثم الزنا. أما الحديث الذي بعده وهو قال المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، فيه التنبيه، لعلكم تكتبون هالفائدة، فيه التنبيه إلى التلازم، فيه التنبيه إلى التلازم بين الإيمان والأمن، فيه التنبيه إلى التلازم بين الإيمان والأمن. بحيث لا وجود للإيمان بدون الأمن، لا وجود للإيمان بدون الأمن. ولهذا ماذا قال النبي أخوان في الحديث؟ قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من قال من لا يأمن جاره بوائقه؟ إذن هنا تلازم بين إيش؟ بين إيش؟ بين الإيمان. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى المخل بالأمن محارب لله ورسوله، جعل المخل للأمن محارب لله ورسوله. شو الدليل؟ الدليل قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ما الذي يستفاد من هذا؟ هنا أن الله عز وجل جعل الإخلال بالأمن محاربة له. ما وجه أن الإخلال بالأمن محاربة لله ولرسوله؟ هذا يتبين لنا من أمور. الأول، وجه إخلال الأمن، اكتب عنوان وجه إخلال الأمن، وجه أن إخلال الأمن، الإخلال بالأمن محاربة لله ولرسوله. الأول أن الدين أي التوحيد، الدين وأعظمه التوحيد، يعني لا يقوم إلا بالأمن، ما يقوم إلا بالأمن. ولهذا وش قال إبراهيم عليه السلام؟ قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني. إذن بدأ بالأمن قبل إيش؟ قبل التوحيد، بدأ بالأمن قبل التوحيد. اثنين، فائد أن العبادة أيضا لا تقوم إلا بالأمن، العبادة لا تقوم إلا بالأمن. وش أمثلة ذلك؟ العبادة لا تقوم إلا بالأمن، كقوله تبارك وتعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إيش؟ إلى الحج. ولهذا قال الفقهاء إن من شروط الحج أمن الطريق، إذا لم يوجد أمن ما في حج، إذا لم يوجد أمن تعطلت شعيرة الحج، واضح؟ إذن هذا. ثالثا، أن الدماء والأموال والأعراض لا تحفظ إلا بوجود الأمن. رابعا، أن مصالح العباد، مصالح العباد لا تقوم إلا بالأمن. يبي يشرون، يبيعون، يبي يزرع، يبي يصنع، ما يمكن يتم هذا له إلا بإيش؟ إلا بالأمن. بدون أمن ما يمكن يفعل هذا، من غير أمن. ومن هنا يتبين لك وجه قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. لاحظ أنه ما ذكر في الآية شيء يتعلق بالاعتقاد، واضح؟ إنما كله إيش؟ أعمال فيها إخلال، إخلال بالأمن. قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. الآن الحديث الذي بعده يتبين لنا لماذا بوب، خصص المؤلف هنا النهي عن النهبة ليه؟ لماذا خصص النهي عن النهبة بالتبويب؟ نعم. باب النهي عن النهبة. حدثنا محمد بن بشار وحمد بن مسلم قال حدثنا أبو
نعم. اللي بعده. حدثنا عيسى بن حنان اخرج الليث بن سالم عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي شهاب بن عبد الرحمن بن ثابت بن هشام عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهي نهبه يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. نعم نعم. اللي بعده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ثعلبة بن الحكم قال: أصبنا غنما للعدو فانتهدناها فنصبنا فتورنا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتور فأمر بها فأخفيت، ثم قال: إن النهبة يأتي. النهبة يا إخوان غير السرقة. النهبة يعني يأخذ مالك عينك عينك. ها؟ ليه المؤلف هنا؟ طب لاحظ أنه ذكرها بعد الكلام عن الأمن. لماذا خصص النهبة؟ اكتب بارك الله فيك. خصص المؤلف النهبة هنا لأن فيها إرجافا، فيها إرجافا، فيها إرجافا وقطعا للسبيل وإخلالا بالأمن، لهذا لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام يعني كرر في هذه الأحاديث قوله: فليس منا، فليس منا. نعم. اللي بعده. يعني هذا يذكرنا يعني بما جاء في سورة الحجرات، يعني هذا الترتيب في قوله تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم إيش؟ الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لاحظ أنه بعدها ذكر: وإن طائفتان إيش؟ من المؤمنين اقتتلوا، ثم ذكر: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم إيش؟ من قوم عسى أن يكونوا خيرا، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إذن الأحاديث هذه مأخوذة من الآية، لكن قوله هنا يعني وقتاله كفر، قتال المؤمن، هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل يعني ما يخفى عليكم على بعضكم أن قتل المؤمن إن كان استحلالا لدمه كما يفعله بعض الخوارج فهذا كفر مخرج من الملة، إن كان استحلالا لدم المسلم، وأما إن كان لأمر آخر جرى بينهما كما قال تعالى: وإن طائفة المسلمين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله. فهذا ليس بكفر، واضح من الآية أن الله جعل الإيمان يعني وصف الإيمان ثابتا لهم. لماذا؟ لأن الملة واحدة والعقيدة واحدة ما اختلفت، وإنما الخلاف في أمر من أمور الدنيا فاقتتلوا عليه، فهذا لا يخرجهم عن الإيمان. لكن متى يخرجهم عن الإيمان؟ إذا اختلفت العقيدة، إذا قاتل غيره مكفرا له ومستحلا لدمه وماله وعرضه، حينئذ يكون إيش؟ يكون كافرا كما سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم. نعم، كلمة كفار هنا يعني عند أهل العلم محمولة على أمور. الأمر الأول أن اجتماع المسلمين هذه نعمة من الله، وهي من أعظم النعم، حتى قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم إيش؟ أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إيش؟ إذن هذه نعمة كبيرة. لو أنفق النبي عليه الصلاة والسلام يعني جبال الدنيا ذهبا ما يمكن أن يحصل عليها لولا أن الله إيش؟ ولهذا قال تعالى في الآية: لو أنفقت ما في الأرض جميع ما ألفت بين قلوبهم. إذن هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الاجتماع، الإخلال بها وذلك عن طريق القتال لا ريب أنه كفر بالنعمة. الإخلال بها عن طريق القتال بين المسلمين هذا كفر بالنعمة. الله أنعم عليك بالاجتماع وأنت الآن إيش؟ تقاتل، وأنتم الآن يقاتل بعضكم بعضا، فلا ريب أن هذا كفر بنعمة الله عليكم. هذا معنى. والمعنى الآخر قالوا أي لا ترجعوا يعني كفارا، معناها يعني تعملوا أعمال الكفار، هذه ليست أعمال المسلمين. هذا من جهة. من جهة أخرى لاحظ أن الله سبحانه وتعالى لما قال: كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم قال بعدها لاحظ: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وش معنى هذا؟ معنى هذا أن أمركم، وهذا لعله يأتينا في آخر، لكن لا يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني أن أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر لا يخرجكم إلى حد الافتراق، إلى حد الافتراق مثلا والقتال، فإن هذا منهي عنه. وش الدليل على هذا؟ يعني قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، أي لا يكن أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر سببا إيش؟ للافتراق. قال: وأولئك لهم عذاب عظيم. قال بعدها: يوم تبيض وجوه وتسود إيش؟ قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه إيش؟ أهل البدعة. ولا ريب أن أعظم أهل البدعة في الإسلام هم الخوارج، أعظم أهل البدعة في الإسلام. فالآية فيها إشارة إليهم، الآية فيها إشارة إليهم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فيه التنبيه على حرمة دماء المسلمين، حرمة دماء المسلمين، وأن من
قتل غيره من المسلمين فإنه كافر، فلا يخلو إما أن يكون كافرا كفرا يخرجه من ملة الإسلام، أو يكون كافر بنعمة الله التي أنعم الله عز وجل بها عليه. والكفر بنعمة الله ليس أمرا هينا، فلا تنسوا أولئك الذين قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، كفروا نعمة الله فمزقهم الله عز وجل، مزقهم الله كل ممزق. فالكفر بنعمة الله مو أمر هين، الكفر بنعمة الله نعم قد لا يخلد صاحبه في النار، ولكنه أيضا يعني ذنب عظيم. نعم. يعني قوله إني فرطكم على الحوض ومكافر بكم الأمم، هذه كلها مرغبات في الاجتماع، يعني اجتمعوا ولا تتفرقوا، فإن تفرقكم قد يحرمكم من إيش؟ من ماذا؟ من أن تردوا علي الحوض، من أن تردوا علي الحوض. لهذا قال بعدها فلا تقتتلن بعدي. نعم. نعم. هنا يعني لاحظ المؤلف لما بوب قال سباب المسلم فسوق وباب لا ترجعوا بعدي كفارا، قال باب المسلمون في ذمة الله عز وجل، المسلمون في ذمة الله عز وجل. وش معنى ذمة الله؟ عهده، في ذمة الله في العهده. وكأن هذا يعني يشير إلى قول الله تبارك وتعالى يعني عن 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 غير المسلمين لا يرقبون في مؤمن إلا إيش؟ ولا ذمة. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وأولئك هم المعتدون. الأول كان يعني قال لا إله إلا الله، الثاني هنا أعلى منه درجة، قال صلى الصبح، قال صلى الصبح. ولا ريب أن أعظم من يعني ابتلي بهذا هم الخوارج، فالخوارج لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا قرابة يعتبرونها ولا ذمة الله يرعونها. أما المؤمنون فقد وصفهم الله عز وجل بقوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم إيش؟ راعون. نعم. يعني المؤلف طبعا الحديث فيه ضعف، لكن المؤلف يعني قصد من إراده تعظيم حرمة المؤمن، تعظيم إيش؟ حرمة المؤمن. باب أيوة. Thank you.
نعم، هذا نحتاج يعني في وقفات عند هذا، نحتاج بعضها إلى إملاء. يعني أولا بارك الله فيكم، أراد المؤلف لعلكم تكتبون من هذه الترجمة الإشارة إلى أن العصبية مما يضاد الإيمان، العصبية مما يضاد الإيمان. والأصل فيها قوله تبارك وتعالى في ماذا يا أخوان؟ في العصبية. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، حمية إيش؟ الجاهلية. ومعنى العصبية، ومعنى العصبية جماعة مجتمعين على أمر مجهول، جماعة مجتمعين على أمر مجهول لا يستند إلى الدليل من الكتاب والسنة. من أول السطر. وقوله عمية، عندكم عمية صح؟ بعض الألفاظ قال عمية، قوله عمية أو عمية في هذا إشارة إلى قوله تبارك وتعالى.